الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: أسماء الأفعال والأصوات. لم أسمعك. أسماء الأفعال والأصوات. قال رحمه الله: ما نبع عن فعل كشتى نوصه، هو اسم فعل وكذا وهو ما، وما بمعنى فعل كآمن كثر، وغيره كوي وهيها تنزل، والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك، كذا رويد بلها ناصبين، ويعملان الخفض مصدرين، وما لما تنوب عنه من عمل، لها وأخر ما الذي فيه العمل، واحكم بتنكر الذي ينون منها وتعرف سواه بين، وما به خطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقب، والزم بين النوعين فهو قد وجب سهرا. قال رحمه الله: ما نابع عن فعل ولم يتأثر بالعوامل ولم يكن فضله هو اسم الفعل. تقول: هيهات العقيق، هيهات نابت عن بعوده وليست فضله، جزء من الكلام، جزء من الإسناد، هيهات مسند إلى العقيق، عقيق فعل هيهات. هذا نقول ما نابع عن فعل ولم يكن فضله، هذا فضله ولم يتأثر بالعوامل، هيهات لا تتأثر بالعوامل، أسماء الأفعال لا تعمل فيها العوامل، وي وها أف مه صه لا تتأثر بالعوامل، هذا حدها. ما نبع عن فعل كشتانا وصه بمعنى اسكت هو اسم فعل. الفضل مثل ماذا؟ مثل إن زيدا قائم، إن نابت عن أؤكد ولا تتأثر بالعوامل لكنها فضلة ليست جزء في الإسناد، تستطيع أن تقول زيد قائم، واضح؟ كذلك قوله ما نابع عن فعل يدخل فيه اسم الفاعل ويدخل فيه المصدر، اسم الفاعل والمصدر ينبع عن الفعل، تقول زيد زيد شارب الماء غدا، شارب نابت عن يشرب، وتقول ضربا زيدا ضربا نابت عن يضرب، لكنهما يتأثران بالعوامل معربان، واضح؟ وكذا أوه أوه أتوجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، واضح؟ وكذا أوه ومه انكفف، ينكفف يقول لك مه يعني ينكفف، اسم فعل أمر مرتجل. وما بمعنى فعل اسم فعل أمر كثير جدا في العربية، ويكفي أنه مقيس في كل فعل ثلاثي متصرف تام تام التصرف، واضح؟ فتقول في ضرب ضرابي، وفي كتب كتابي، وفي شرب شرابي، واضح؟ كل فعل ثلاثي، كل فعل ثلاثي متصرف تام التصرف وليس ناقصا، كان واخواتها لا يبنى منها، عسى وليس ونعمه وبس لا يبنى منها، جامده يذر يدع تتصرف تصرف الناقصه، ياتي منها الامر والمضارع لا ياتي منها، الرباعي لا يؤتى به منهم، وشذ قولهم دراكي زيدا معناها ادرك زيدا، واضح؟ هذا هو فعل. وما بمعنى فعل كامين كثر، وغيره كوي معناها وي معناها تعجبوا، وهيهات معناها بعد، نزر قليل، واسم الفعل الماضي أكثر قليلا من اسم الفعل المضارع، واضح؟ وكذلك منه هيت لك، هيت أسرع، هيا ويها أغري، هيا ها؟ حي على سوتتي. وما كامن كثر، وغيره كوي وهي تنزل. قال رحمه الله: والاسم الفعل نوعان، مرتجل ارتجلته العرب ومنقول وينقل اما من جار ومجرور كقوله تعالى عليكم انفسكم، وينقل من ظرف كدونك القلم خذ القلم، وينقل من مصدر له فعل كرويد مصدر ارويد، وينقل من مصدر لا فعل له مصدر لا فعل له سوف يذكره. ما معنى القراءة؟ بلها ما لا ترك بلها عليك وهكذا دونك ما لا خذ، ووراءك تأخر، وأمامك تقدم، واضح؟ قليلا من أسمائه عليك وهكذا دونك ما عليك يا نوع. كذا رويدة، رويدة أصله أرويد إروادا، هناك شيء يسمى تصغير الترخيم، الترخيم أن تعمد إلى الكلمة وتحذف الزوائد وتصغيرها بعد ذلك، فتقول في حمدان حميد، حمدان الألف زائدة والنون زائدة، خذ الحاء والميم والدال قل حميد، أزهر الهمزة زائدة قل فيه زهير، واضح؟ سعاد تقول فيه سعيد حذف الألف، قال ولا سعيد من أزهر كذا رويدة
أويدة أويدة منقول من مصدر له فعل وهو أروي، بلها منقول من مصدر لا فعل له، ليس له فعل وهو مرادف لدع، بلها معناها دع، أفهم؟ هذه الآية اللي ينقل منها. اسماء أفعال، اسماء أفعال. إذا قلت رويدة وبلها اسم على تفصيل، إذا قلت رويدة زيدا وبلها زيدا فكل منهما اسم فعل، وإذا قلت رويدة زيد وبلها زيد فهما مصدران، وهو قوله يعملان الخفض مصدرين. وإذا قلت رويدا زيدا فليس أي من اسم فعل، كل ما مصدر اتصل بعده مفعوله. واضح؟ صور ثلاثة. إذا قلت رويدة زيدا بلها زيدا فكل منها اسم فعل ومبنيان، وإذا قلت رويدة زيد فهما مصدران، والمصدر قد يضاف إلى مفعوله، تقول أعجبني شرب الماء. واضح؟ أما قوله كذا رويدة بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين، اقرأ وما لي ما تنوب عنه من عمل لها، انظر الفعل الذي معناه فسوى تعمل عمله، هيهات العقيق نابت عن بعض رفعت فاعلا. شتان زيد وعمر نابت عن افترق، جاء فاعلها ومعطوف عليه. وتقول حي هلا حي هلا الثريدة من ائت الثريدة، وتقول حي هلا بعمر إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر من عجل عجلت تعدى بحرف الجر، وتقول حي حي هلا حي هلا حي هلا على كذا، أي أسرع إلى كذا. أه؟ حي على كذا حي على كذا، هذا من قوله وما لي ما تنوب عنه من عمل لها، فإن كانت معنى ما يتعدى إلى مفعول نصبته، وإن كانت معنى لازم رفعت فاعلا. أسماء الأفعال أسماء الأفعال من قبل المعنى أفعال، ومن قبل له أسماء، وما دام أنها أسماء فإنها يعرض لها ما يعرض الأسماء، بعضها ملازم للتنكير مثل وأخر ما الذي فيه العمل. أحسنت بارك الله فيك. وأخر ما الذي فيه العمل هي أضعف من الأفعال الأخرى، ولذلك لا يتقدمها معمولها، تقول حي هلا الثريدة ولا تقول الثريدة حي هلا، خلافا الكسائي محتجا بقوله تعالى كتاب الله عليكم، وقيل هو مفعول مطلق من حرمت عليكم أمهاتكم، وكذلك يا أيها المائح دلوي دونك، قال دلوي منصوب مفعول به لدونك، خذ دلوي، رد عليه لأن دلوي إعرابها تقديري، ما المانع من نقول إنها مبتدأ، دلوي دونك ورف المحل ورف خبر. واضح؟ أنا أقول يؤخر ما الذي فيه العمل، واحكم بتنكير الذي ينول منها، المنول منها الملازم للتنوين يلازم التنكير مثل واها واهن واهن هذه اللام، قال البشار واهن لأسماء ابنة الأشد قامت ترى إذ رأتني وحدي، أظهر واهن والملازم والذي لا ينول منها فهو معرفة دائما، لا معرفة دائما نحو مه وحيها لا ينون فهو معرفة دائما، وبعضها ينون وأحيانا ولا ينون، فإن نون فهو نكرة وإن لم ينون فهو معرفة، صهي نكرة صهي معرفة. واضح؟ كذا أسماء، بعض الأسماء يلازم التنكير كديار وعريب وأحد لا تأتي إلا نكرات. واضح؟ وبعضها ملازم للتعريف كالضمائر وأسماء أسماء الموصولة أسماء الإشارة، كذلك هذه، وبعضها يكون أحيانا نكرة وأحيانا معرفة وهي مثلها. واضح؟ أنا أقول وأحكم بتنكير الذي ينون منها وتعرف سواه وبين وما به خطب، انتهى من أسماء الأفعال. أسماء الأصوات هي ما وضع لخطاب ما لا يعقل من الحيوانات أو ما ألحق به من الآدميين الصغار، وكذلك حكاية الأصوات هذه أسماء الأصوات. قال وما به خطب ما لا يعقل، كقولك للفرس عدس عدس زدر للفرس، عدس وح للبقر وح للبقر، تشو وجو وجيء، هذه كلها زجر الحيوانات زجر الحيوانات. وصغار الآدميين كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وقد أخذ تمرة من الصدقة كخ كخ، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، لأنه لا تحل إلا الصدقة. أنا أقوله وما به خطئ ما لا يعقلون مش بالفسر صوتا يجعلون، كذا الذي أجدى حكاية
كقولين في حكاية صوت الغراب غاق غاق، ولوقع الحجر في الماء طق أو قب، ولوقع السيف قب، ولحكاية صوت الظبية تخاطب ابنها مي بالإمالة. ضبطها؟ الظبية تصيح لابنها في الخلاء تقول له مي، ضبطها؟ إمالة آخر همزة، همزة آخر. أنا أقولي كذا الذي يجدى حكاية كقب، والزم بين النوعين، قال النوعان هما حكاية الأصوات وما خطئ به صيغة الأدبيين، هذا الراجح، لأن ابن مالك لا يكرر، وقال بعضهم هو يقصد بها أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، وابن مالك لا يكرر، سبق أن قال في أول كتاب أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف فإنها تنوب عن الفعل ولا تأثر بالعوامل. أحيانا يستعملونها كالأسماء فتعرض. قال لا ينعش الطرف إلا ما يخونه داعي يناديه باسم الماء مبغوم، باسم الماء حكى صوته قال الماء أبويا، تداعينا باسم الشيب في متذلم جوانبه من بصرة وسلام، تداعينا باسم الشيب، الشيب حكى صوت الإبل، العرب إذا حكوا صوت الإبل يقولون شب 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 شب، هكذا تشرب الإبل الماء، هو جعلها اسما وعربها. أنا قولي كذا الذي أجدى حكاية كقب، والزم بين النوعين فهو قد وجب قرأ.